السادس والعشرون فرمديج ما لبستو شاش أمش هلا باري زكاة تفصيل كتري تياب وزكاة مر مالات فرمي عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرنه بسيفه. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسدامي خويا لباريكا زكاتي بابلين بابتكاني نوسي بو عمالكاني يعني بو كساني دايناب لولاتو شاركان واليب بلام وفاتي كرد فريانك وبيان بنيره أم صحيفة كويتا لأي أبو بكر الصديق دوائي أبو بكر الصديق ينيره. فلما قبض عمل به أبو بكر كرسول الله وفاتي كردوت يعني ما ميلاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيفة كيبينيكا مقدار كان الزكاة تيانوس راوا أبو بكر الصديق ودي من كاري بيا كم طاقة شو كما حكمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض تأويج وفاتي كرت ثم عمل به عمر حتى قبض دواء أبو بكر عمر إيش كاري بيا كرت حتى أكو أويج وفاتي كرت فكان فيه ورقك صحيفك أمانيت يا أبوه في خمس من الإبل شاه هركس بينج وشتريها أبو تأوك نو وشتر مرق زكاتك يدي وفي عشر شاتان قد دمريها به حتى وكو شوار دمر دو هين وشتر دو وشتريها به حتى شوار دو وشتر دو مرة وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه لبانزا سي مرة لبيس شوار مرة في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس خمس وثلاثين لبستو بيان جوا هتا وكوسيو بيان تشيتيا بنت مخاض بنت مخاض واشتريك عمري دو صالة فينا وتسيو دو يتعاكر دو فينا وتسيو لسيو عجل أبي صالة كي أما تحديد كي كايدي واشتر ما النية تابزاين شوانا فرقي زور بيش بنت مخاض بيوتري بنت لبون وبيوتري بنت لبون لبرو دايكي شيريه تو غواني او شوتا دو صالو اوا وبنت مخاض دايكي ديسان سك اكاتو اي شوتا سي صالو بو اي بيوتري فاذا زادت ففيها ابنه لبون الى 45 ولا بنت مخاض شكتر لا بنت لبون بيرني بعكس بنتو مخاض بتشوك ترى لبنتو لبون أو دواء أمسيه أفرمي أجر زياتي قرد لسيو بيانجاو حتى وكو تشلو بيانجا وقتها بنتو لبون اكتيا يعني وشتريكي مينة و سيصالة بينا بيتا سيو أو يكا وشتريكي مينة بنتو مخاض بينا بيتا دواء فإذا زادت ففيها حقة أجر تا شصت لسلو بيانجاو بو شصت زيابك شيء أدي حقة يكي حقة بينا وتشوار صالة بيوتري حقة لبروي تربشتي بكالكي سواربون هاتوا فإذا زادت إلى 75 كبو بحفتاو بينج فيها شيء جذعة جذعي تر سربو أتواني أو يجمع علي بيو طاو كما بينا وتبينج صالة وشتركة طاو سربو فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى 90 لحفتها وبين جوابها نوى أبيبا دو وشتري ميني دو صالة بينا بتسيوا بنت لبون فإذا زادت حقتان إلى 20 ومئة تاصو بيس دو حقة أي حقة جباس مان كركا وبينا وتا شوارا صالة فإذا زادت على 20 ومئة ففي كل 50 حقة أقر لا سطو بيس زيائن كير وصو سيو تشل تا پنجا همو پنجا دانيك حقيقة ليدي طاب وفي كل 40 بنت لبون اگر چل چل اجدا بشكر سطو بيزبو لهر چل دانيانا بنت لبون اكيك اما زكاتي چي وشتر جا ام پر ريا زكاتي هي نيتيانية مانگا دعاية اكثر جدا سر مر با اما اي مانگا بينين كهاتوا لحديثي درا مانگا لسرو سيدانو زكاتي اكيك تبيعه كذا تبيعه ويد ويدايك كذا كأيش صالحي طاو كردو بينا وتدو
سی مانگات هبو جوێرەکەیەک کە ساڵێکی تەواو کردبێ پێی نابێتە دوو ساڵەوە یەکێ بە زەکات ئەگەر گەشتە چل ئەبێ بە موسینە ئەوەیە کە دانەکانی بە تەواوی دەرهاتووە دوو ساڵی تەواو کردبێ پێی ناوەتە سێ ساڵەوە ئیتر بەو شێوە لە چل زەکاتەکەی دەرەکەی بۆ هەر چلی با بڵێین مانگایەکی ئەوە گوێرەکەیەکی بەو شێوە زەکاتەکەیەتی دەریەکەی أبغي لا حديثك فرمي وفي الشاة في كل 40 شاة شاة إلى 20 و 100 لا تشل مروة كهدبية حتى سطو بيس تو يغمر زكاتك تشل هبو مر زكاتك سطو بيس تشهبه يعني سطو نوزدتها بيه هل يقدانتك باشا فإذا زادت فشاتان إلى 200 بو بسطو تشلو يكتو دو مر ببي حتى دو سط من بصدو بيستيك تو بدو مربي حتى دو صد فإذا زادت الشاة فثلاث شياه إلى 300 كزيادة كله وش حتى وكوج مارس يصد وسي مري فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة شاة كالسرو سيصد كويت الرأي بيان صد مار هزار مار تو لصد مارو مارك أبي زكاة كيبي باشا أنا فرمي وليس فيها شيء حتى تبلغ 100 مر هيك يعني تانا ببساطة أبو بساط إنجاز زكاتي لأدي ولا يجمع بين متفرق أجر دوبرة هبن يكي بنجا سر مر يعني بيا كويناك يتوب وي زكاتي لأبي بيزناك جاء أم خطاب بو كي بو كسيك أتش زكاتك هو الجري فروات ديك وبين دوبرة هكي بنجا سر مر يعني الله ديت كلي كانوا خيرا مرة كمان بويني واب أم خيط عضب أو باشا ولا يفرق بين مجمع مخافة الصدقة بوين منا كابرا سطسر مريه ولك هكا بلا بنجاي براكا ما بازا كانت هناك جاي كارو من بو خواتما بوني وش بي يا أخوة أن ركون ببراكي بلا ولا بلا بنجاي من بو زكاة هناك ما همي في الله همي هلا قردنتا أميني حديثة كاني بيشكا باس ما انكر همي أقريتو بقر حدي ليه بسرت أروه كلوا ليه على رجع قيامته أبي بمار أبي بآجر بوت همي ما نباسكت باش أنا فرمي وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية أجر هي دو شريك بو بلعم بيك هو أروي بيك هو أهات هو يك جاي هبو يك زيدوشي يك أباني هبو أوا يك بتشان هبو أوا زكاة ليه ذلكن وزكاتك كيف تسرشاني هدو كان بيك ساني ولا يؤخذ في الصدقة هريمة ولا ذات عيب وأو مريك دريكي بزكاة بي أو اشتري دريكي أو مانجاي دريكي نابي تشيبه هريمة بي بير بو بي باكي كوت بي بلاي فلت دي هو برا بزكاة بي يأخذ عيب دار بي شل بي كوير بي نخوش بي نابي قال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاة قسمت الشاء أثلاثا ثلث خيار وثلث أواسط وثلث شرار فيأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر أما إمام الزهري جاريته ولا أخيره بوخوي أفرمي أجر أو كسي صدقك كوكاته أو صدقاني دري أكاب وزكاة مصدق أو كسي كوكاته يعني كان بس يجور جوري لما ركاني بونمونا خرابا جوري كي باشا جوري كي باشترينا ناتش بو باشترينا كا بو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي واتقي كرائم أموالهم بموعد ناتش بو باشترينا كان يعني وخراب ترينا كشنابا بزكاة كمابا وسطا كابا جاء فرمي لم حديثة زهري باسي مانعين كري أما باسي مانع مان كير قال محمد بن الحسين ومعنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة كان الناس في الحي أو في القرية إذا علموا أن المصدق يقصدهم ليأخذ صدقاتهم فيكون ثلاثة مثلا ثلاثة أنفس فيكون لكل واحد 40 شاة فيقول بعضهم لبعض تعالوا حتى نخلط بها فيقولون نحن ثلاثة خلطاء لنا 20 و100 شاة فيأخذ المصدق منهم شاة واحدة فقد نقصوا المساكين شاتين لأنهم لو تركوها على حالها لوجب على كل واحدة شاة فنهوا عن هذا الفعل فهذا معنى لا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة أن تكثر عليهم
ولا يفرق بين مجتمع هذا خطاب للعامل الصدقة. قيل له مثل إذا كان خلطاء اثنان لهما 80 شاة تجب عليها شاة واحدة لا يفرقها عليهما، فيقول إذا فرقتها عليهما أخذت من كل واحدة شاة شاة، فأمر كل واحد منهم أن يدع الشيء على حاله ويتق الله. فما أنبشي حديثك أموش قاريب هردك سكا أويك خاواني مرو مالاتك أوشيك أشكويك أتوي ما بعك سوتمان. أفرمي بشي يكامي خطاب بوك بو خاوان مركان بو من الدوكسن أم دوكسا يكي تشل مريان هي قال انت يكلا يكي نقش تتصد با اعتيادي يقمر بين بزكات دو اي خو مركا كوين ساخت شيت يفيل أما أول نابي وابكا شو زراري فقير وجالي تيا أول شيء كاروا زكاتك يعني لي ورقري باشا كابرا بون من هشتا مريه يموت من تاصد هريكي على تلو وابو أفرمي نالي عود من أقمنية يو جيان لقال براكة تاكي تشل تاني بيان دو مرم بني اجنابي وابكا أو اجنابي وابكا. وقوله عليه الصلاة والسلام وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، قال محمد بن الحسين فقد اختلف الفقهاء في معنى هذا، فيقول مالك وهو قول أبي ثور إذا كانا خليطين في غنم أو بقر كان في حصة كل واحد منهما الزكاة زكيا زكاة واحدة. أفرمي أن بشي حديثك كان فرمي أن دو كذبون تيكالاو يان كردبو أولا بشي هل يكانا أبي الزكاة يجي سر بخوة مدري. أفرمي ما قصي مالك قصي أبو ثور، أبو ثور كي تلبي شافعيبو تلبي شافعيبو لقل زعفراني دو أنت تلبي شافعيبو. وأبو ثور بخوي إمامك جوربو حتى لبغداد بابلين جيجري أبو الحسن شيباني وقاضي أبي يوسف وتلبكاني أبو حنيفة كشافعي هات بغداد أبو ثور لقال زعفراني ولقال كرابيسي كوبو نوتي أم بابلين ولا شافعي توزي قالتي بيبكين ألين قنجي هاتو وقريشي بحساب محديثة بابلين قالتي بيبكين لكن قالتي بيبكين لبي كرابيسي لهميان بتمنترة بحساب لها مش يان برسياري قرستري لهذه شون كغالين كرابيسي لمجادلة زور بها يزبو برسيار لإمام شافعية كابا قال الله وقال الرسول دم يبسته جاء أبو ثورة فرمي خوي يما تشوين شافعي راس كينو بس الله جل جلاله بشافعي رزقاري كدين هداياتي داي شون كأصحابي رأي بناوان زعفراني زور فصيح بو لكاتك عجميش بو فرمي لمجلس شافعية كزنة وراء حديث بخوانيت وزعفراني نبي غلطي لهمي أنا قلت غلطي نحوي برين فتحة وكسر وضمة ومعنى لهرهمو تلبكان يقر شافعي بس فرمي زعفراني نيتواني لي بقري زور جواني خوان دو حديث وي مسائلي كسر وفتحة وضمة نية للاي أوزانانش بوه تويس بي لمني بكي بكيشا ولا جهلي خوتوه باشا مسائلي لحن هربوه توقرب لي هر كسيه إلا أبي أحمو فتحه وكسره زما كان جوان وكو خوي بخيانته ويقنا أمان نزانه وعالمني وبويني حديث بخيانته وكزنا أليته باشا أبو ثور خوي لأخير عمريا إتر خلقي وكو مذهبه كسر بخوش تيري أنا كرت ككتاب حجة إمام شافعي همو لبرب وبوفت وعادة يا بويا اللي رأى قولي أبو ثور لبرامبر قولي كي أنا ومالك وكويك وكوها وتهتا ما شاء أنا كطبعا واب وأبو ثور لسر أهلي بدعو قم رأيج زور تنبوه قصي زور عجيبي هي لكتاب شريعة عند اللقسانيت ومالك لها شرح مالك له. فإذا كان خليطين في غنم لو فرقها لم يجب في غنم كل واحد منهما الزكاة، لم يوجب عليهما فيها الزكاة، كأنه يكونان شريكان لهما 40 شاة خلطا لكل واحد 20 شاة، ولو تفرقا لم يجب على كل واحد منهما شيء. هو قربيته تيك الله يعني كتبه كي بيزمر يعني أبو بي فلما وقت واحد حسابيك أم بيستهي وبيستهي زكاة يعني لور ناقري نقوى كو يكتما شاك وابلي مريك يا كيف أما قسي وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
أما قصي كتر له قص كان أهل علم يا كم يانوت يان شيء كان بهدو كان زكاة كذا كان نيوية كذا سلام نيوية كذا سلام قصي دوميان يتراجعني بسوي يعني ما بستي أو أبو هركس أو مالي خوي بريته وكبر ديو كاتا كسي زكاة هناك أما ببيسر وبيسر كسي هناك. وإذا كان شريكين في 80 شاة لكل واحدة 40 شاة كان عليهما شاة على كل واحد نصف شاة. فرمي أقربيتو أمدو أنا شريك بنو هشتا مريان هبه أو أختا بيك وحسابي عن بوكري جيانا كرين ومشلو وشلو دو مريان ليسن ري بيك وحسابك لينو أو أختا يكمر زكاتك يأتي أو كان خليطين في 20 و100 شاة لواحد 80 شاة وللآخر 40 شاة فجاء المصدق فأخذ منها زكاتها شاة واحدة تراجع بينهما بالسوية كان على صاحب 80 شاة ثلث الشاة على صاحب 40 ثلث شاة. لو ترى نيواني ومركة دابا شكل لما أنا فرمي بون منصو بيست مريان هي أو وقتا أما تيقشني كتري فقهاء أو هشتا مري هي أو أي تشلي هي بهر دوكانك هذا صو بيست أو هشتا مركي هي دو بشي مركي كيف تسر إزكاة أو تريك بشي كيف تسر كري بسي بشو دو أمي يكي كيف يا بو چونك مركاني وكم ترى أجل توبلي بيك ثاني لهر دوكاني ورقرم أو أم ظلمي ليكي مركاني كم ترى بني ومر يشبع زكاة أبو شيوه هنا. وأما على قول الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله وغيرهما فإن الخليطين يزكيان زكاة واحدة ثم يتراجع بينهما بالسوية سكي شافعي أحمد طواوة تأم خوشي شافعي مذهبا أفرمي للاي شافعي وأحمد شكا أحمد إيش خوي تلبي شافعي بوه أفرمي للاي شافعي وأحمد أم دوانا تيكل أكري مالكين يك زكاتين باشا يك زكاتين دواتر لنيوان خوانا بيكساني زكاتك هديك تشني بركه ودا بشيك يعني بيونديني بووي كواري غير بيوندي بويك ايدا امان لنا خوانا ركك وان دواتر كبيكساني دا بشيك كانه رجل له 30 شاة واخر له 10 شياء خلطاء اخذ من الجميع شاة واحده على صاحب 30 3/4 شاة ولزم صاحب 10 ربع شاة بون منيكان دمري هيكان سي هي مركان ينتك الاوا او وقت مرك زكاه ببن بحر دولاين سي باش يكبت سروي سي دانك هي باش يكبت سروي كاتشل دانك هي وهكذا فيما زاد على هذا المعنى فاعلم ذلك ان شاء الله اما باب زكاه شكوتاي في هنا ليره حديثي جمارة